دائما الاطفال يسووا اي حاجه لبهاتهم يعملوها. صرنا نشوف ترندز انه كيف الاب ممكن يلبس زي طفله، لكن في اسس لازم يتبعوها عشان ما يطلع شكل الاب طفولي وبالنسبه للابن ما يطلع شكله اكبر من عمره. فعشان نتكلم اكثر عن الموضوع ده معي عماد اسكندراني ايمج كونسلتنت، نبغاك تقول لنا ايش الطريقه الصح في اختيار اللبس بين الاب والطفل. طبعا الاب لازم يكون متابع للموضه في البدايه لو بشكل بسيط جدا، وعليه يعرف انه ايش الملابس اللي تناسب تركيبه جسمه، لون بشرته. بعض الاحيان كمان حتى شيء حلو انه يكون متابع ايش ميول ولده، ايش يحب، كيف شخصيه ولده. فهذه الاشياء طبعا كلها تقوي من اختيارك لللبس ليك والولد. ايش الالوان اللي المفروض الاب يلبسها عشان تكون مناسبه لسنه وبالنسبه للطفل كمان مناسبه لعمره؟ يفضل انه يبتعد عن الالوان الفاقعه زي الاحمر، الاصفر، البرتقالي. وعلى الولد يفضل انه يبتعد عن الالوان الداكنه زي الاسود، الكحلي، لانه بتكبر من سنه. ممكن الاب يلبس بينك، بس انه لا يروح للروز بينك او ما يروح للفوشي، ما يكون البينك صارع. طيب بعد ما عرفنا الالوان الانسب للاب والابن، انا عن نفسي مره تحمست اشوف اللوكات سوا كيف ممكن يطلع ماتشنج. خلينا نشوفهم سوا. طيب عماد حتبدا لنا اي لوك؟ حبدا لك زي ما انت شايفه بالدينم جاكيت او الدينم تشيرت. حلاوه الدينم جاكيت او الدينم تشيرت انه تتلبس في الليل في الصباح، ما له مناسبه معينه انه تلبس فيها. وزي ما انت شايفه حلو انه يتلبس وتحته تي شيرت، فيعني يكون اون توب اوف تي شيرت، او انه تقفل كقميص كامل. خلينا نزهم يوسف ونشوف ايش ممكن تلبسه معاه. اهلين، كيف حالك؟ طبعا شوفي زي ما انت شايف احنا لابسين تقريبا نفس لون التيشيرت اللي هو الجري تيشيرت، والوان فاتحه عشان هذا ما بتكبر من عمره، وانا برضو بتعطيني انه ما بتخليني كبير في العمر، بالعكس بتصغر من لوني. الوان الفاتحه بتشبب الراجل الكبير. يوسف متحمس تلبس الدينم شيرت؟ يلا خلينا نشوفها كيف ممكن تطلع عليه. طبعا حلو اذا كان برضه مفتوح او نقدر نقفله مثلا. حلو القميص الجينز انه بيعطي الكونفي ستايل، الكونفي لوك، ودائما هو مريح. من وجهه نظرك ما بتلاقي اذا الابن بيقلد ابوه في طريقه اللبس، هل ده شيء بياثر على شخصيته؟ طبعا بتاثر على شخصيه الطفل، لانه دائما نشوف الاطفال بانهم بيحاولوا يقلدوا ابوهم في كل شيء، خصوصا اللبس. فحلو يكون الأب إنه عنده اهتمام بهذه التفاصيل الصغيرة اللي تعكس شخصيته أو أسلوب حياته عن طريق اللبس، وفي نفس الوقت بتقوي العلاقة ما بين الطفل وأبوه. وحبيت فكرة الشوز إنهم نفس الشيء، هو كده لابس حاجة مريحة لي وإنت نفس الشيء لابس شيء مريح. طبعاً، وبيمشي اللون، دائماً اللون الأبيض بيمشي مع كل الملابس تقريباً. دائماً أفضل الشوز المريح. مثلاً عندك الديزاينر سنيكرز اللي هي سنيكرز عادية، دائما تكون ألوان يعني ما يكون مبالغ فيها، ما تكون صارع على الألوان حقتها. أنا مرة حبيت هذا اللوك يوسف، ما شاء الله طالع عليك مرة حلو. خلينا نشوف إيش ممكن اللوك الثاني. هذا اللوك اللي هو المودرن كاجوال سوت، زي ما أنت ملاحظة هو 3 بيس، بتلبس في المناسبات الرسمية. المودرن كاجوال سوت بتلبس بليزر، بتلبس تحته تي شيرت، بتكون ألوان غريبة أو ألوان فاتحة كلها، بس طبعاً تتناسق. طب ما تشوف إنه البليزر الرسمي ممكن يكبر من عمر الطفل؟ انت ملاحظة الفرق إنه أنا لابس بانس هو لابس شورتس عشان لا يكون شكله رسمي. وزي ما تكلمنا على الأب يلبس بينك، فأنا اخترت درجة مناسبة برضو إنه ما تكون فاقعة مرة، تكون فاتحة وتتناسب مع لون البليزر، وهو في نفس الوقت طبعاً نقيت له زي إيش. في حاجة بسيطة ممكن تخلي اللوك أقرب ليك؟ طبعاً هذا نقدر نحط له حاجة واحدة. والله كيف البليزر ممكن للطفل يعطي له شخصية إنه هو ساير كبير، ويعطي له تيتيود إنه لا أنا صرت زي بابا. فحل إنه الأب يعزز هذا الشيء في طفله. طيب قول لنا على اللوك هذا. هذا اللوك الليذر جاكيت زي ما انت شايفه، سيمبل مره بسيط، بيكون بجينز تيشيرت وفوق الليذر جاكيت. الليذر جاكيت بيعطي شكل للاب بانه يكون كول، ايجي، ستايلش، بتصغر من عمره كمان. بس اهم شيء في اللبس زي ما انت شايفه انه هي البيسكس، انه
بلو جينز وايت شيرت والليذر جاكيت. طب ايش في اكسسوار كذا ممكن تخلي اللوك يكون ماتشنج اكثر؟ ممكن نستخدم واحد اكسسوار بس. يوسف sun like father. عماد مره شكرا، حبينا كل اللوكس، باين انها هي مره سوبر تريندي وفي نفس الوقت مريحه ليكم انتوا الاثنين، وكل هذه اللوكس ممكن تلاقوها في ميزان جو. لايك فادر لايك سون.